حدثني أعقل المجانين عن ستور نايت أركايف. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون، حيث نناقش الكتب والمواضيع المهمة. موضوعنا لليوم هو رواية تصدر باللغة العربية، فرأينا أن نخبركم عنها كأننا قرأنا السلسلة باللغة الإنجليزية. Stormlight Archive، وهي أكبر وأعظم سلسلة يرغب براندون ساندرسون كاتب أدب الفانتازيا العالمي الأمريكي أن يكتبها، وكما عبر في إحدى مقالاته أنها السلسلة الملحمية التي لطالما رغب بكتابتها. إذا طالما أنه بدأ بكتابتها وانتهى من 4 كتب وأصدر خبرا بأن الكتاب الخامس تم تأليفه ويتجاوز 1000 صفحة، سلسلة من الكتب أراد براندون ساندرسون أن تكون 10 كتب، كل كتاب عالم كبير ضخم بحد ذاته، فكل كتاب يعتبر قسما كبيرا جدا. لكن لا تقلقوا لزيادة عدد الصفحات أو لأن الرواية طويلة أو كبيرة، فكل صفحة فيها ممتعة. قرأت السلسلة باللغة الإنجليزية، وسأقدم لكم الآن مراجعة للجزء الأول وتقديما لهذا العالم المختلف تماما عن العالم الذي تعرفونه. فبراندون ساندرسون لدينا عالم روشر، كوكب أصابته عاصفة رعدية قوية سمونها هاي ستورم، وهذه العاصفة الضخمة هي التي تسيطر على هذا الكوكب وتسيطر على أجواء هذا الكوكب، لكن معها يوجد طاقة تسمى بستورم لايت. ستورم لايت هي الطاقة التي يستخدمونها في شحن أحجار معينة، هذه الأحجار على شكل عملات، وتكون هذه العملات الموجودة في هذا العالم. طبعا هناك الكثير من الاستخدامات لهذه العملات مثل شحن طاقة الجسد أو الإنارة، وأيضا يمكن إعادة شحنها عن طريق ستورم لايت عند مرور عاصفة معينة، يمكن أن يتم شحنها مرة أخرى. لكن هذا العالم العجيب الذي تسيطر عليه هذه العاصفة وكلما تهب عليهم أن يختبئوا، جعلت التضاريس في هذا الكوكب مختلفة، وجعلت أيضا الكائنات سواء من نباتات أو حيوانات اكتسبت صفات خاصة لتتحمل البقاء في هذا المكان ولتتحمل هذه العاصفة والطاقة التي فيها. لكن طبعا هناك حكاية لهذا العالم، وهذا العالم فيه أكثر من عرق ومنهم البشر. فتبدأ الحكاية بسيث. سيث هو عبارة عن مغتال حسب ما سموه في الرواية The Assassin in White، يقوم باغتيال ملك أليشكار، وبالتالي بعد أن نجح تماما في قتل الملك ويختفي، بعد أن يهرب تقوم جماعة تسمى بالبارشندي، وهم نسل خاص لوحدهم، بالإعلان أنهم هم من أرسلوا سيث لقتل هذا الملك. والآن لدينا البشر والبارشندي في حرب مع بعضهم البعض، وفي هذه الحرب تتم في أرض المعركة والتي تسمى Shattered Plains. Shattered Plains وهي منطقة محطمة مدمرة مليئة بالصدوع في هذه الأرض، لكن ليتمكنوا من هذه الحروب هناك فصائل معينة موجودة في هذا الجيش، مهمتها حمل الجسور ووضعها بين هذه الشقوق ليعبر الجيش عن طريقها ويصير الحرب ويستمر الحرب بين البارشندي والبشر. لكن الباشندي دائما ما يطلقون السهام على هؤلاء الجسور، فهؤلاء الجسور مشمولون من العبيد الذين يموتون خلال هذه العملية، وبالتالي لدينا جزء مهم جدا له علاقة بهذه الجسور وهذا الفصيل الذي يدعم الجيش ولا يعتبر من الجيش بل هم مجرد عبيد. إذا هناك حرب بين الباشندي وبين البشر على هذه الأرض بعد أن قتلوا الملك، اجتمع الأمراء 10 مع الملك الجديد الذي ورث الملك من أجل هذه الحرب. فبالتالي لدينا شخصيات رئيسية 3 نركز عليها في هذه الحكاية لنفهم الترتيب. أن التصنيف في هذا العالم لا يعتمد على لون البشرة بل على لون العينين، Dark Eyes Light Eyes، وإما أن تكون عيونك فاتحة اللون وإما أن تكون غامقة اللون، وكأنها كناية عن العالم الحقيقي بكونك أسود البشر أو أبيض البشر. لكن إن كنت Light Eyes بعيون فاتحة فأنت من عيلة القوم ومن البيض وليك مميزات، لكن إن كنت دارك آيز فأنت من العبيد. ونرى أيضا شخصيتنا الرئيسية وهي كالادن، أول شخصية رئيسية. فلدينا رواية متعددة الشخصيات المحورية، وإلا لما حصلنا على هذه السلسلة الملحمية الطويلة الرائعة والممتعة. فنبدأ مع كالادن وهو شخص مهم جدا في هذه الحكاية. يبدأ كالادن وهو ابن طبيب درس الطب على يده، لكن كالادن فجأة ينتقل بنا الأمر إلى أن يكبر ويكون عنصرا فعالا كأحد قادة الجيش، وبالتالي تحصل الكثير من الأمور التي تؤدي إلى بعد فترة معينة أن يتحول قائد الجيش كالادن
الى دارك ايز، الى ان يصبح عبدا مملوكا ويتم نقله من مكان الى اخر، ثم ينضم الى هذا الجيش كاحد حملة الجسور التي تحدثنا عنهم. لكن كالادين يرى الكثير من زملائه يموتون، وبالتالي استخدم معرفته في الطب التي ورثها عن والده في مساعدة اصدقائه وزملائه من جماعة بريدج فور، الجسر رقم 4. فالجسور مرقمة بالأرقام، وهناك فرقة، كل فرقة مرقمة حسب رقم الجسر التي تحمله لتضعه بين الشقوق لينتقل الجيش من عليها. فبالتالي قوته وحكمته ومعرفته وجهاده وضعته في هذا المنصب الذي أصبح يدرب فيه بين أبناء بريدج فور لينجوا بحياتهم ويستمروا رغم أن في الحرب. ثم نرى أن هناك تطورا في هذه الحكاية، ففي يوم من الأيام يقترب منه كائن منير أزرق صغير الحجم، وهي فتاة. هذه الفتاة أو الأنثى كما شكلت نفسها تدعى بسبرين، اسمها هو سيل. سيل هذه هي سبرين، وسبرين هي نوع من المخلوقات التي لديها طاقة معينة، وهي هيئة وكأنها شكل من أشكال الطاقة تحدد من يراها ومن لا يراها. لكن هناك الكثير من الناس الذين يستطيعون رؤيتها، وهم الذين لديهم ستورم لايت، لديهم قوة ستورم لايت وطاقة ستورم لايت. سيل تتبع كالادين أينما يذهب وتريد رؤيته والتحدث معه وتنجذب إليه لسبب أو لآخر، فيصبح صديقين ورفيقين معا طيلة الوقت. وهناك دور لسيل سيظهر في الروايات القادمة، سنتركه إلى ذلك الوقت. لكن كالادين يتطور في هذا الأمر ليشق طريقه عبر الحرب والقتال. لكن ما الذي جعل هناك حربا، وما الذي أدى إلى اغتيال هذا الملك، وما هي الحكاية خلف هذا الأمر، وما هي حكاية النجاة؟ يعود الحكاية إلى آلاف السنين عندما كانت هناك حرب. في هذه الحرب سميت بـ Last Desolation. The Last Desolation كانت حربا أبلى فيها البشر بلاء حسنا، لكن بعد انتهائها تم تخلي عن البشر في هذا الأمر. وهناك جماعة Voidbringers، وهناك جماعة من الفرسان يسمونها Knights Radiant. Knights Radiant يستخدمون Shard Blade and Sharp Blade. Sharp Blade وهو درع خاص مدعوم بطاقة Stormlight. شارد بليت سيوف خاصة مدعومة بستورم لايت، يستطيعون قطع الحديد والدروع وكأنها زبدة. إذن هي أسلحة خاصة يتم استدعاؤها من هذا الشخص. إن كنت تملك هذه الأسلحة يمكنك أن تستدعيها إلى الوجود وتتشكل حولك، لكن أنت بحاجة أن تنتظر 10 نبضات من قلبك إلى أن تظهر، فبالتالي عليك استدعاء هذا السلاح قبل المحاربة. إن تمكن أحد من أصحاب العيون الغامقة من قتل أحد من أصحاب شارد بليد أو شارد بليد، سيحصل على سلاحه وسيترقى إلى مرتبة لايت آي. إذن في هذه الحالة يتمكن كالادين من الصراع والصمود ويصبح له سمعة. خلال الرواية وما بعدها يحصل على شارد بليد، ومن هنا نرى أن كالادين مر في صعوبات كثيرة، ويبدو أن كالادين ستورم بليست. يسمونه ستورم بليست لأنه نجا من عاصفة ستورم لايت وحصل على طاقة أيضا. ثم نذهب إلى شخصية أخرى وهي شالان. شالان هي امرأة يقتل والدها، فتضطر إلى الخروج من بلدها إلى بلد تدعى خاربرانت لتتبع ياسنا كولين. هي تكتب جازنا لكن تلفظ ياسنا كولين. ياسنا هي باحثة وملحدة ودارسة لهذا العالم، تحاول أن تفك الأساطير والأديان والمخلوقات والقدرات الموجودة بها. تحاول شالان أن تصبح تلميذة عندها، لكن هدف شالان هي أن تسرق قطعة سحرية مليئة بالطاقة منها وتعود بها إلى دولتها لتعيد شحن العملات وما يسمى بجيمستون، وهي العملة. جيمستون هي حجر يوضع داخل العملة ويصبح لها قيمة لأنها مليئة بالطاقة، وتعيد شحن الجيمستون وتعيد قيمة المادة وتعيد الطاقة إلى هذه البلد لتعود التجارة كما هي وتعود البلد كما هي. لكن شالان تصطدم بياسنا وتتعلم منها الكثير ويتغير الكثير من خططها. لكن في هذا البلد الذي ذهبت إليه هناك عادات وطقوس غريبة، فبالتالي القراءة والكتابة هي أمر تقوم به النساء فقط، والرجال لا يقرؤون ولا يكتبون. وأيضا تقوم المرأة بتغطية ذراعها اليسرى وكفها اليسرى وكأنه لا يصح أن تظهر هذه اليد، ويسمونها سيف هام. هذه العادات جعلت أن هناك شعوبا وعادات وقبائل وصراعات بين الأمراء وخيانة وتطرف وتوحد وهدف واحد وحرب مع بارشندي. وهناك أيضا حكايات للبارشندي، وهناك حكايات للآلهة القديمة التي قد تكون غدرت بهم. ومن هو على حق؟ وكوكب من هو؟ كوكب البشر أم كوكب البارشندي؟ ومن أين أتى سيث؟ فبالتالي كل هذه الأمور تظهر خلال الدراسات والأبحاث التي تجريها شالان تحت يدي ياسنا.
وطبعا حياتها كلها تختلف عندما تصل إلى هنا. فبالتالي شالان قادرة على الرسم بدقة ولديها ذاكرة صورية رهيبة، فتقوم برسم الكائنات والمخلوقات والنباتات الخاصة في هذا العالم لدراستها ولمعرفة ما هي الصفات الخاصة بهم. فبالتالي خلال قراءتك للرواية هناك الكثير من الصور عند بداية كل فصل، صور لهذه الحيوانات وشرح لما هي، فأنت سترى حيوانات جديدة، خصائص جديدة، شرحا لها، وسترى أن الرواية سرية جدا. ليس العيب في طول الرواية، فلا تخف من طول الرواية، فهي رواية ممتعة جدا، وسترى أن في كل فصل هناك ما يمتعك وما يشد انتباهك فيما يخص هذه الشخصية. ننتقل للشخصية الثالثة وهي دالينار. دالينار هو أخ الملك الذي توفى، فهو عم الملك الحالي. دالينار أيضا لديه شارب بليد اند شارب بليد، ولديه دور مهم جدا في هذه الرواية، فهو من المحاربين الذين سيقودون الجيش من أجل الحرب. فبالتالي وهو أيضا من الشخصيات التي ستتعرف إلى كالادن وتعرف تعرف قوة كالادن، وسيكون من الناس الذين يقودونه. فبالتالي التطور الذي سيحصل خلال الرواية في عالم مليء بالفانتازيا ومليئا بالأفكار والميثولوجيا واللغات والعادات والآلهة وكل شيء، هو عالم متكامل. براندن ساندرسون أراد أن يكتب شيئا مختلفا عما كتبه الجميع، لكن هو أراد أن يكتب epic tale, a very epic fantasy tale، وهي فانتازيا ملحمية كبيرة جدا، وستكون من أكبر سلاسل الروايات التي كتبت إلى الآن. هل سلسلته ستتفوق عليهم كلهم؟ أعتقد ذلك، لأنها 10 كتب كما قال براندن ساندرسون، كتب الكتاب الخامس مؤخرا، لكنه لأن هذه الرواية تعكس الكثير مما يوجد في عالمنا، لكنها ممتعة وشيقة لأنها تحتوي على الكثير من الأمور التي تريدها. فأنت عند قراءة رواية تريد أن تبحث عن شيء جديد، وإن بحثت عن الشيء الجديد ستجده في هذه الرواية، وهي السلسلة الأولى من 4 كتب موجودة إلى الآن، تمت ترجمة الكتاب الأول. إن أردت أن تدخل إلى عالم شاسع ممتع رهيب وتجربة جديدة تماما حتى على قراء الفانتازيا، عليك بهذه الرواية، وهي رواية تلعب وفق أصولها وعاداتها، لكن لديها من الذكاء والدهاء الشيء الكثير. كانت هذه مراجعة بسيطة لرواية The Way of Kings بشخصياتها الرئيسية وملحميتها. لا يمكننا تلخيص الرواية، فهناك الكثير من الأحداث التي ستكون ممتعة بالنسبة إليك كقارئ، فنريدك أن تحصل على تجربتك الشخصية حولها. لكن الأفكار والتداعيات والاختلاجات الموجودة في هذه الرواية والقرارات المصيرية التي ستغير مجرى حياة الكثير من الناس في هذه الرواية تستحق القراءة والحصول على متعة عالية من خبرة شخصية مع رواية كرواية The Way of Kings. إن كنتم قرأتم رواية باللغة الإنجليزية وتريدون نقاشها، يمكنكم أن تضعوا تعليقاتكم أسفل هذه الحلقة وسنناقشها معا سوية. وإلى أن نلقاكم في المرة القادمة، في أمان الله.